الرئيس السيسي يشيد بأداء العاملين بهيئة قناة السويس في التعامل مع جنوح السفينة البنمية. الرئيس السيسي يشدد على أن المساس بحق مصر في مياه النيل خط أحمر ولا يستطيع أحد تجاوزه. رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان. السابعة صباحاً، الخامسة في غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس بعد نجاح إعادة تعويم السفينة الجانحة. وخلال زيارته إلى مقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، أشاد الرئيس السيسي بأداء العاملين بهيئة قناة السويس في التعامل مع جنوح السفينة البنمية. أنا بشكركم مبدئيا كده على الجهد اللي اتعمل وعلى الدور الكبير قوي اللي عملته الهيئة بكل عناصرها. كان منظر محترم بيدل على خبرات كبيرة وقدرات كبيرة، والحقيقة الأداء كان أكتر من مشرف. أنا يمكن كنت متابع الموضوع مع سيد الفريق أسامة، ويمكن في توقيتات يعني استغربوا جدا الساعة 4 الصبح عامل ايه؟ لكن كنت مطمئن ان الامور ان شاء الله بفضل الله هتنتهي بسلام وبخير. هذا واكد الرئيس السيسي ان قناة السويس مرفقا عالمي للتجارة الدولية، حيث تمر بها ما بين 12 الى 13% من حجم التجارة العالمية، مشددا على ان القناة قادرة ومنافسة قوية. الحقيقة ان شئنا ان احنا نسميها ازمة، يعني اللي حصلت ديت اكدت حاجة يمكن نكون احنا ما كناش نتمنى ان يحصل حاجة زي كده، ولكن المقادير بتعمل او الاقدار بتعمل اعمالها يعني او افعالها. فاحنا لكن هي شاورت او اكدت نبهت على الدور الكبير والاهميه الكبيره جدا لواقع بقاله 160 سنه تقريبا. يعني احنا 1869 النهارده، يعني ممكن نقول 150 160 سنه قناه السويس دي ترسخت في وجدان صناعه التجاره العالميه كده. فهي بس حبلت في ظل الكلام اللي بيتقال كتير عن يعني عن بدايل وكلام من هذا القبيل، لا ده مرفق عالمي للتجارة الدولية، وبقول ترسخ في أفكار ووجدان الصناعة ديت في العالم كله. 12-13% من حجم التجارة بيتنقل عندكم. فأنا بس عايز أقول إن يمكن رب ضارة نافعة في إن هو قال للناس خلي بالكم، لا قناة السويس إن شاء الله قادرة وباقية ومنافسة جدا جدا، وإحنا مش مبطلين، ولو جت فرصة إن إحنا نتكلم هنقول لا إحنا مصر بتعمل جهد في أمور أخرى جبارة جدا. إحنا بنربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ولا يا دكتور مصطفى؟ لا 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 لا، إحنا مش بنقول هنعمل، إحنا هنفتتح خلاص. هذا وجه الرئيس بتدبير كافة مطالب هيئة قناة السويس وتوفير كافة المعدات اللازمة لها لدعم قدراتها الفترة المقبلة. مهم قوي ان الدروس والعبر اللي موجودة وتتحول دي الى يعني اذا كان في مستلزمات معدات محتاج ان احنا تبقى موجودة عندنا بشكل مستمر. احنا لما كان بيتعرض خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول الكركات الكبيرة للتكريك او القاطرات الكبيره ان هم محتاجين يدبروها، كنا بنقول طالما ان ده حاجه في صالح العمل تدبر بغض النظر عن يعني الظروف او التكلفه. يعني الكراكه مهاب مميش واللي قبل منها دي كراكات عملاقه جايه عشان تساهم في قدره الهيئه على يعني مطالب العمل اللي موجوده، ونفس الكلام للقاطرات. فانا برضه عايز اقول ان يعني للسيد رئيس الهيئه والعاملين بيها كل المطالب اللي احنا محتاجينها
عشان يكون عندنا يعني عناصر في ظل التطور اللي حصل زي ما قلنا كده في حركة والسفن العملاقة اللي موجودة، لو محتاجة معدات تانية احنا دكتور مصطفى مع على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش اي مشكلة ان شاء الله. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز تدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل حول عمل المركز وخاصة طريقة تعامله مع أزمة السفينة الجانحة حتى تم تعويمها مرة أخرى. أكد الرئيس السيسي أن كل شيء في قناة السويس عاد إلى طبيعته بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة، وفي مؤتمر صحفي عالمي أشار الرئيس إلى أن قناة السويس ستشهد المزيد من التطور لتظل قوية وقادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية في مختلف الظروف. مهم نكون موجودين النهاردة عشان نأكد على أن زي ما انتم شايفين كده ان الملاحه رجعت بسلام وبنفس الكفاءه اللي كانت بتعمل بها يمكن اكتر من قبل الازمه يعني. وباكد لكم او من خلال تواجدنا النهارده ان احنا لدينا اداره وفريق عمل في هيئه قناه السويس بيتمكن بخبرات تعود لاكتر من 150 سنه. 150 سنه في اداره هذه القناه بتطوراتها وبتطور حركة بناء السفن والتجارة العالمية، وهي بتعمل بكفاءة عادة في التوقيتات اللي يمكن حصل فيها بعض الأزمات هنا في مصر زي سنة 56 أو 67، ولكن على مدار هذه السنين قامت قناة السويس بدور رائع وعظيم في نقل التجارة العالمية. احنا بننقل تقريبا ما يقرب من 12%. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن الرئيس السيسي الانتهاء من زراعة 1.5 مليون فدان بشكل كامل في غضون عامين، لافتا إلى أن الدولة تقوم بعمل معالجة للمياه والتي تستخدمها للري لتصبح صالحة للزراعة في مشروع الدلتا الجديدة. من يومين ثلاثة كنا بنتكلم عن الدلتا الجديدة. الدلتا الجديدة أنا شفت الإعلام بيتناولها إزاي. احنا بنتكلم في 1.5 مليون فدان. 1.5 مليون فدان دول بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنتين هنكون زارعينهم. كم؟ انا بقول 1.5 مليون فدان. فين؟ على طريق الضبعة، سواء كان شماله او جنوبه. انا شفت الخبر في الجورنان يعني عبارة عن طب انتوا عايزين بيانات؟ البيانات موجودة. البيانات موجودة اولا على الموقع الرئاسي بتفاصيل كل المشاريع ديت، ولو انتم محتاجين بالتواصل مع الجهات المعنيه بالموضوع هتديكم البيانات. اللي انا بتكلم فيه ده انا كنت براجع من كام يوم كده وانا بقول الكلام ده للمصريين يسمعوني فيه، على مثلا السوق ادت حتى الان قد ايه انتاج للخضروات في مصر. احنا بنتكلم تقريبا عشان رقم ما تنسوهوش 100,000 طن، يعني 100 مليون كيلو. وده ايه؟ يا دوبك التشغيل اللي تم مش كل الصوب. احنا عاملين الكلام ده لصالح الناس في مصر. لو في فرصه للتصدير نصدر، لكن قبل كل شيء، وده اللي خلى في شكل من اشكال الاستقرار. لما اجي اتكلم النهارده في 1.5 مليون فدان، ومهم قوي ان انا اقول لكم طب الميه بتاعتهم منين؟ 1.5 مليون فدان انا بتكلم على المنطقه ديت، منطقه الضبعه. يعني المنطقه الغربيه. يعني المنطقة اللي سكانها قليلين. المية جاية منين؟ وأنا بقول الكلام ده عشان أنتوا تأكدوا عليه وتقولوه وترددوه. إحنا مش جايبين مية، ما خدناش مية حد. إحنا خدنا ميتنا، تاني بقول، اللي كانت بتستخدم مرتين أو ثلاثة، وبناخدها بنعمل لها معالجة ثلاثية متطورة تخليها صالحة تبقى للمعايير العالمية الصحية للاستخدام في الزراعة.
هذا وأشار الرئيس إلى أنه سيتم قريبا افتتاح عدة موانئ ضمن خطة التطوير التي تنتهجها الدولة، مؤكدا حرص مصر على ربط البحرين المتوسط والأحمر بشبكة موانئ حديثة ومتقدمة. اللي احنا بنتكلم عليهم ان هم يكونوا جاهزين خلال سنتين، احنا بنتكلم على السخنة وبنتكلم على دمياط وبنتكلم على اسكندرية وبنتكلم على بوير. طب الموضوع كده بس واحنا بنعمل ده؟ انتوا طبعا سمعتم عن القطار السريع، القطار السريع هياخد ممكن يتحرك من مينا السخنة لغاية العلمين او اسكندرية او جرجوب خلال 3-4 ساعات. قطار سريع سرعته تصل يعني التخطيطيه 250، ممكن يبقى 200، ممكن يبقى 150 كيلو، يعني المسافه دي لو 400-500 كيلو تاخد لها ساعتين ثلاثه. فاحنا حاضر اكمل بس بنام. فاللي انا عايز اقوله يبقى احنا ربطنا المتوسط بالبحر الاحمر بشبكه مواني، وشبكه مواني دي بها ربط سكه حديد حديثه جدا ومتقدمه. هذا وشدد الرئيس السيسي على ان المساس بحصه مصر من مياه النيل خط أحمر لا يستطيع أحد تجاوزه، محذرا من أن أي تجاوز في هذا الإطار سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن مصر لا تهدد وأن المعركة هي معركة تفاوض. أنا بس عايز أقول أن موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا بدأنا بيه. وعايز اقول لكم ان يعني هقفز كده على 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 حاجه عمري ما كلمت فيها. العمل العدائي قبيح وليه تاثيرات كبيره جدا تمتد لسنوات طويله، لان الشعوب ما بتنساش ده. فاحنا بس عشان يبقى دايما حتى واحنا كاعلاميين بنتكلم على ان المعركه بتاعتنا معركه تفاوض. وكل يوم الرأي العام العالمي، كل يوم الكبار المسؤولين في الدول العالم بترى وإحنا بنكسب أرض بإن إحنا جادين في إن إحنا نتفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، يعني ما يبقاش في حد يستأثر بحاجة. وكل اللي بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المياه العابرة للحدود. احنا ماشيين في ده، ويمكن خلال الاسابيع القليله القادمه هيبقى في تحرك يعني اضافي مفاوضات في هذا الموضوع، ونتمنى ان احنا نصل للاتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، واللي عايز يجرب. احنا ما بنهددش حد لو سمحتوا، ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا، لكن ما حدش هيقدر ياخد نقطة ماء من مصر، وإلا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، وما حدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، أنا عمري ما اتكلمت كده وأنا ما هددتش حد. بقول تاني، مية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل. هذا وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة قناة السويس بشكل دائم، مشددا على أن استراتيجية مصر قائمة على الاستقرار والأمن، وأن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعاتها القومية جنبا إلى جنب وتتعامل مع كافة الملفات. احنا كمان حريصين، واحنا عشان كده احنا موجودين هنا النهاردة، ولو أي حاجة متطلبة ان احنا نعمل الإجراء ده رئيس الهيئة قال لي نعمله بكرة يتعمل. اللي عملنا بتاع القناة الثانية، الحفر اللي اتعمل ده، لو القناة متطلبة كده احنا عندنا المعدات وعندنا البشر وعندنا كل شيء فتبقى لكن عايز اقول احنا عايزين نعلم نفسينا ان احنا ما نبقاش يعني مش هقول ما نتخضش يعني، لكن عايزين نبقى ايه مقدرين ان الدنيا بتتغير والناس بتفكر في مصالحها، واحنا كمان نفكر في مصالحنا.
لكن ايه المصلحه الاستراتيجيه في مصر؟ بقولها لكم دايما مكرره كده، الاستقرار والامن. اي حاجه هتتحل. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجوله بالمجرى الملاحي لقناه السويس على متن سفينه سينا، حيث تفقد الرئيس السيسي حركة الملاحة وعبور السفن بالقناة وانتظام الحركة. رافق الرئيس السيسي في جولته بالمجرى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من القيادات والوفد المرافق له. هنأ مجلس الوزراء السعودي مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وجدد المجلس خلال اجتماعه برئاسة الملك سلمان دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس. سلطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الضوء على الجهود المصرية الكبيرة في نجاح تعويم السفينة البنامية الجانحة بقناة السويس، وأشارت فاينانشال تايمز إلى اهتمام القيادة السياسية بسرعة إنهاء الأزمة التي تؤثر على العالم أجمع، مؤكدة أن قناة السويس هي أحد الشرايين التجارية الرئيسية في العالم، حيث يعبر خلالها حوالي 12% من حجم التجارة العالمية. كما أثنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على نجاح جهود المصرية في تعويم السفينة البنامية الجانحة بقناة السويس، وقالت نيويورك تايمز أن مصر نجحت في إتمام أكبر عملية إنقاذ في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن جيشا من المشغلين والمهندسين وقادة القطارات وعمال الإنقاذ كانوا يعلمون أنهم في سباق ضد الزمن، لأن كل يوم من استمرار جنوح السفينة يضع سلاسل الإمداد العالمية في أزمة كاملة، مشيرة إلى أن قناة السويس هي أحد أكثر الطرق البحرية حيوية في العالم. أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. هذا كما أكدت السعودية دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، مشددة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه ويخدم مصالحها وشعوبها معها. أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، مشيدة بجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. هذا وأعربت الخارجية البحرينية في بيان لها عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول المصب وفق القوانين الدولية، وبما يتيح للدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي حفاظا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض، بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف. شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان المبارك لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أكد مدبولي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري. هذا وقد اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال الاجتماع عددا من القرارات، من بينها عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات. كما قررت اللجنة أيضا السماح بأداء صلوات في المساجد وكذلك صلاة التراويح بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة داعش عبر الفيديو كونفرنس. وأكد شكري خلال اللقاء إلقائه كلمة مصر أن مصر ترفض العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت أحد الأسواق الشعبية ببغداد ودعمها الكامل للشعب والحكومة العراقية. هذا كما أعرب شكري عن قلق مصر المتزايد إزاء تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية التي تدعي تبعيتها لتنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا، مؤكدا دعم مصر الكامل لكافة دول القارة الأفريقية في حربها على الإرهاب. هذا ونوه وزير الخارجية في ختام كلمته إلى ضرورة مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتكثيف الجهود للحيلولة دون قيام تلك التنظيمات باستقطاب أعضاء جدد إلى صفوفها وحصولها على التمويل والتدريب اللازمين لأنشطتها الهدامة، مشددا على التزام مصر بأهداف التحالف وعزمها مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، فضلا عن دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في كل من سوريا والعراق. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية
BT100 والتي تعد واحدة من أكبر وأهم الفعاليات الاقتصادية السنوية في مصر. يشارك في النسخة الحالية نحو 10 وزراء وأكثر من 450 من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر. للعام الرابع تنطلق احتفالية BT100 أحد أكبر وأهم الفعاليات الاقتصادية السنوية في مصر تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وبشراكة أكبر المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة في البلاد لتكريم أهم المؤثرين في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات. هذه الدورة وهذه التكريمات هي يعني مختلفة هذه المرة، بنكرم قيادات الاقتصاد المصري والحقيقة بنشد على أزرهم وبنحييهم على العام السابق اللي كل الكيانات الاقتصادية وقفت وحافظت على نموها الاقتصادي وكمان وقفت مع الدولة المصرية بشكل كبير في ان احنا نتجاوز هذه الازمة. فخور جدا ان انا بتكرم في وسط الشخصيات الكبيرة جدا اقتصاديا الموجودة في مصر كأحد المؤثرين في الاقتصاد المصري 2020. سنة صعبة على كل العالم، جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي بشكل كبير، لكن مصر قدرت تعدي الجائحة، بتكون أقل الدول تأثرا على مستوى العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا وأثرها. وبعد عام استثنائي مر على العالم مؤثرا على اقتصادياتها بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، استطاعت مصر تخطيه من خلال تحقيق نجاح اقتصادي ومعدلات نمو عالية. ويأتي انطلاق احتفالية BT100 هذا العام مشيدا بالقطاعات الأكثر صمودا أثناء الجائحة. الحمد لله التكريم ده بالنسبه لنا احنا في اول سنتين، فاحنا لسه بنخطو في الخطوات الاولى يعني. الحمد لله في خلال سنتين قدر الماركت يعرف البراند بتاع اورا وبتاع زد، سواء من خلال النوادي، سواء من خلال الكوره، سواء من خلال الريل استيت، سواء من خلال مشروع التجمع. احنا بنكرم النهارده على اداء التجزئه المصرفيه في سنه 2020، ان حصل نمو في محفظه التجزئه المصرفيه 96% في منتجات القروض والتمويل العقاري، تقريبا ضعف المحفظه، ونمو على مستوى الودائع حصل في 25%. بمشاركة عدد من الوزراء وأكثر من 400 من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر، جاء تكريم BT100 هذا العام من خلال لجنة تحكيم ضمت عددا من الخبراء والمتخصصين بناء على معايير الدراسات والأبحاث السوقية للشركات ومعايير دعم الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي للوزراء والمسؤولين. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة من الإجراءات ردا على العنف المتزايد تجاه الآسيويين، بين تلك الإجراءات تخصيص مبلغ 49.5 مليون دولار من صناديق تخفيف آثار كورونا للبرامج المجتمعية الأمريكية والتي تساعد الضحايا، وكذلك تشكيل فريق عمل جديد معني بمواجهة كراهية الأجانب ضد الآسيويين في قطاع الرعاية الصحية. تأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في مدينة أتلانتا خلال الشهر الجاري أسفر عن مقتل 8 أشخاص من أصول آسيوية. أمرت الولايات المتحدة دبلوماسيها غير الأساسيين في ميانمار بمغادرة البلاد، ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. أوضحت الخارجية الأمريكية أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على سلامة موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم، مضيفة أن السفارة الأمريكية في ميانمار ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمر في تقديم خدمات قنصلية محدودة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يزال ملتزما بالعمل على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وخلال مشاركته في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة التنظيم، قال ستولتنبرغ أن الحلف سيواصل التشاور مع الشركاء الرئيسيين له ومن بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتنسيق بشكل وثيق مع التحالف الدولي للمضي قدما في هزيمة داعش.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 693 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة. أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 564 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 154,000 حالة. أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد تمديد حظر التجوال المفروض في 9 ولايات من بينها العاصمة لمدة 15 يوما، ذلك من الساعة 11 ليلا إلى 4 فجرا ضمن قيود مواجهة انتشار فيروس كورونا. وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد سيطبق من غدا الخميس. اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم 3.7 مليار يورو كمبلغ إضافي من المساعدات المالية ل6 دول أعضاء في إطار آلية شور الأوروبية، والتي تهدف بالأساس إلى حماية الوظائف والدخل للمتضررين من جائحة كورونا. أوضحت المفوضية في بيان لها أن هذه المقترحات تأتي في أعقاب الطلبات الرسمية والتي تقدمت بها بعض الدول الأوروبية، وهي بلجيكا وقبرص واليونان ولاتفيا ولتوانيا ومالطا، للحصول على دعم مالي إضافي بموجب آلية شار، بالإضافة إلى الدعم الذي وافق عليه المجلس الأوروبي بالفعل. تغادر بعثة فريق الأهلي إلى السودان عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة فريق المريخ في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للمباراة، حيث يحتاج للفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة الأولى. ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر، بينما يتواجد المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. واصل فريق الزمالك تدريباته تحت قيادة المدير الفني باتريس كاتريرون، وذلك استعدادا لمباراة مضيفه مولودية الجزائر في 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. شهد ميران أمس الثلاثاء انتظام لاعبي الفريق اللادوليين. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها.
الرئيس السيسي يشيد بأداء العاملين بهيئة قناة السويس في التعامل مع جنوح السفينة البنمية. الرئيس السيسي يشدد على أن المساس بحق مصر في مياه النيل خط أحمر ولا يستطيع أحد تجاوزه. رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم خلال شهر رمضان. ختاما نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد اكس نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500 معامل استقطاب رأسي. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.